السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد، كنتمنى يلقاكم بخير وعلى خير. وصفة مصرية تقليدية اللي هي الفتة المصرية. عدلتها هنايا بالقطع ديال اللحم، الموزة، الغنمي، القطعة ديال الرجل من تحت، ولكن تقطيع هذا اللحم اللي كتجي مقطعة كاملة كيف ما هي الرجلة، محايدين غير الجزء اللي فوقي، الملوجة بحال اللي كنقولوا لهم حنا في المغرب، كنقولوا القطعة ديال الملج، هادو الملوجة ديال الغنمي. غتشوفوا معايا عدلتهم بطريقة الفتة المصرية، عجيبة عجيبة، كتجي رائعة. اللحمة ديالها كتجي مزيونة، واخا بالطريقة المصرية بزاف غادي يستغربوها، لكن صراحة صراحة كتحمق، عجبتني انا كليتها واستمتعت بها، وان شاء الله تنتوما تعجبكم. نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ونقولوا بسم الله. في طنجره هنايا غادي نجيبوا الزيت. انا استعملت زيت المائده، زيت زيتون، هما كيستعملوا زيت المائده، وهاد السمنه هذه السمنه البلدي، ماشي السمن ديالنا، هذه السمنه المصري اللي هي كتكون زبده ديال الزبده بلديه، كيقدحوها تكيزول منها الحليب مره، كتبقى غير الزيت ديالها، فكتجي بحال هذا الشكل مرمله، فماشي السمن المغربي، هذه السمنه المصري. الموزات هما هادو البنات، القطعه ديال الرجله التحتانيه كيقولوا لها الموزه، لان هاد القطعه ديال اللحم الشكل ديالها بحال الموزه، بحال بنانه. طبعا الملج هو اللي كنقولوا له حنايا الملج، هذا الملج ديال الغنمي. هذا الجزء هذا رائع، وكيجي مقطع بهذا الشكل، التقطيعه ديالو ماشي بحالنا حنايا بالعرض، لا كيتقطع بهذا الشكل طولي، كيحيدوا الجزء الفوقاني ديال الفخده، كيبقى هذا الجزء التحتاني اللي فيه هاد الموزات او هاد الملوجه، رائعين البنات. غادي نعلوهم في الزيت هنايا وديك الزبده، غادي نقليهم ياخذوا اللون ذهبي، تكون سخونه والعافيه عاليه باش اللحم كتاخذ صدمه وما كتجيش ناشفه، ما كتخرجش الماء ديالها. هنا غنجيب بصله مقطعه على اربعه، وواحد الجزره كذلك مقطعه، المنكهات اللي غادي نسلقوا فيها اللحم. وعندي هنايا عود ديال القرفه، وعندي حبه ديال الهيل، والابزار حبوب، وكذلك الورق ديال سيدنا موسى او ورق الغار. تقدروا البنات تبلوا اللحم الا بغيتوا تعملوا تتبيلات، يعني تبلوه وطيبوه بهذه الطريقه كذلك كيجي مزيون. انا عملت لكم بالطريقه المصريه وليكم الاختيار. بعد ما قليت ديك اللحم شفتوا خد اللون، غادي نمرق بالماء سخون هنايا الكميه الكافيه لطيب الماء. طبعا الا بغيتوا طيبوها في طنجره الضغط يكون افضل، واللي كل وحده اللي بغات. هنا ضفت ملح، ما ضفتوش يا البنات، ضفت هنا واحد نص ملعقه صغيره ديال السكر، كيعاون في اللحم طيب وتبقى بحال الزبده ما تنشفش. الملح حتى الاخر باش ما تعطليش الطياب ديال اللحم. هنا الخبز اللبناني او الرغيف اللبناني غادي نعمل عليه ملعقه كبيره ديال هذيك السمنه او الزبده، وزيت الزيتون اللي بغيتو، او زيت المائده اللي بغيتو. غادي ندهنها كامله وغادي ندخل الفرن تحمر. ها هو بعد ما كيتحمر هنايا شوفوا معايا كياخذ اللون، كيتقرمش. وغادي نضيف له هنايا غنكهو بقليل من ربع مغرفه من كل حاجه، بصل وبصل بودره وتوم بودره، وقليل من الفلفل الاسود، وقليل من الملح، واذا كانت عندكم الجوزه كذلك واحد شويه ديال الجوزه، كيبننها هذه، كتبنن لنا هذا الخبز هذا. صافي غادي نحيد هذا الخبز على جنب، ونوجدته هنا ونحيدو على جنب، وغادي ندوز نوجد الصلصه ديال الطماطم كذلك اللي كترافق هذه الاكله. هنا غنجيب طنجره، وغادي نجيب فيها كذلك هذيك السمنه المصري او الزبده او الزيت اللي متوفر، غادي نعمل ملعقه كبيره، وغادي نعمل معها كذلك شويه ديال الزيت. وغادي نجيب هنايا ملعقه كبيره ديال الثوم مهروس، تقريبا نص راس، يعني هاد الوصفه كامله كدي تقريبا الراس ديال الثوم، نص كنعملو دابا ونص كنعملو نوحد الخلطه في الاخر. غادي نقلي هذيك الثوم غير تصفر، يعني ماشي تحمر. وغادي نجيب هنايا الخل الابيض العادي، وغنعمل ثلاثه المعالق كبار ديال الخل بعد ما حم هذيك الثوم غير دبلتها صفارت. عندي هنا ثلاثه ديال الحبات ديال الطماطم اللي طحنتهم وصفيتهم هذيك الزريعه، غضيفتهم، وكذلك غنستعمل هذه الصلصه هذه كتجي مزيونه، او استعملوا جوج معالق كبار ديال صرصه او معجون الطماطم. وغادي نعمل شويه ديال الماء هنايا، كذلك انا ضفت هنايا البنات ملعقه كبيره ديال معجون الطماطم باش الصلصه تجينا عقده وخطره. غادي نتبل هادي بشويه القزبر ناشف، الكمون، البابريكا، الملح، وشويه ديال الفلفل الاسود، وغادي نحركها. وغنعمل هنايا القليل من الملح، وغادي نخليها تعقد. انا ضفت هنا بحال اللي قلت لكم معجون الطماطم تقريبا ملعقه كبيره. اذا ما كانش ديك الصلصه الاولى اللي استعملتها، استعملوا واحد ثلاثه مغارف كبارين اولا جوج كبارين ديال معجون الطماطم. شوفوا الصلصه كيفاش كتجي غزاله وصافيه، لان طحنت البنات وصفيتها بهذيك الزريعه باش كتجي في الفته مزيونه. هنايا نص ملعقه صغيره ديال السكر طبعا باش نعدلوا الحموضه ديال الطماطم.
وغادي نخلي هاد الصلصه ديالي تعقد. ها هي البنات شوفوا القوام ديالها كيفاش خصو يجي، بركه غير بحال هذا الشكل صافي. الصلصه وجدناها، الخبز وجدناها، واللحم عندي كطيب. الا كانت في الطنجره الضغط البنات صراحه 40 دقيقه يعني جهد ما كتب، اللحم كيكون كلشي واجد دغيا كتوجد. الصلصه ديالنا ها هي، اللحم عندي كيكمل الطياب، انا طيبته على خاطر وخليت العافيه حانيه وخليته كيطيب. الخبز هي حيدته على جنب صافي. غادي هنا غادي نعمل الملح، اللحم قربت نحيدها، باقي لها واحد ربع ساعه مثل الملح صافي. وغادي نخليها تزيد تكمل الطياب ديالها، وغادي نجي هنا بعد ما طابت غنعدلوا الروز. عندي هنايا كذلك ملعقه ديال الزيت المائده وملعقه ديال هذيك السمنه المصري او الزبده. ها هما البنات ديك الموزه طابوا بحال اللي كتشوفوا معايا، كيجيو طايبين. غنحيدتهم، وهذيك المرق ديالهم اللي طابوا فيها هما اللي غنعدل فيها الروز. هنايا الروز غنعدلو في هاد الطنجره الضغط كهربائيه فيها غادي نعدلو. فبعد ما غادي يسخن هذيك الزيت والزبده غادي ها هي الشوربه ديال اللحم البنات، الشوربه غزاله ديال اللحم من السما بهذاك اللحم رائعه صراحه. الموزات اللي استعملتهم او الملج ديال الغنمي. غنجيب الروز هنايا بعد ما سخن هذيك الزبده والزيت، وغادي نحرك هذا الروز معاهم يتشمع كامل بهذيك الزبده او الماده الدهنيه ايا كانت زبده او زيت صافي. من بعد غادي نضيف هنايا نص ملعقه صغيره ديال الفلفل الاسود وشويه الملح. عندنا الشوربه ديال اللحم مالحه ومتبله كذلك وفيها الفلفل الاسود، كنزيدو غير شويه. كذلك الا كانت الشوربه قليله تكملوا بالماء، اولا تقدروا تسلقوا هذا الروز غير في الماء والمكعب ديال الماجي. انا عندي هنا الشوربه ديال اللحم اللي طيبت فيها اللحم، غادي يجي منكه احسن صافي. هنايا بالنسبه للعبر ديال الروز البنات، الكميه اللي بغيتو انا عملتها هنايا 3 د الكيسان كبار او 3.5. وبالنسبه للكميه ديال الماء مع الروز كيجي غير الماء فايت الروز غير بواحد سنتيم تقريبا. بالنسبه للروز اللي استعملت هو الروز المصري الابيض، وفي المغرب راه نفس الروز الابيض اللي حنا كنستعملوه صافي. عملت الروز هنا في هذه الطنجره ديال الضغط كيطيب في ربع ساعه صافي. غنبدا نوجد هنايا، غنجيب هذاك العيش، غنجيب شويه من ديك الشوربه ديال اللحم. تقدروا تستغناو على هذه المرحله ولكن هكذا كيعملوها المصريين، فغادي نشارك معكم بهذه الطريقه. كنضيف عليها واحد ملعقه كبيره ديال الشوربه ديال صلصه الطماطم، وغادي نحرك. ما كنعملوش بزاف باش الخبز كتبقى لنا محافظه شويه على القرمشه، ما كتجيش مرخيه بهذاك المرق والشوربه، يعني غير شويه بحال غادي تغلفها صافي. غنحيد على جنب على ما يطيب الروز باش ننزلو طبق التقديم. اللحم هنايا يا اما غدهنوها بشويه الزبده ودخلوها الفرن غير تحمر، يا اما غادي نحمرها في شويه هذيك السمنه والزيت. كيبقى لكم الاختيار، انا فضلت نحمرها، انتم كيبقى لكم الاختيار. طبعا تقدروا هنا تدهنوها بالخليط ديال السمنه ديال الزبده وفي شويه الفلفل الاسود كذلك والملحه، وتحمروها في الفرن اولا في الزيت على الشكل هذا. هنا غادي نوجد واحد الطشه كيقولوا لها الطشه ديال الثوم، اللي هي الثوم بالخل. غادي نوجدها هنايا، كذلك ملعقه كبيره ديال هذيك السمنه او الزبده او الزيت. غادي ندبل فيها كذلك ملعقه ديال الثوم، نقابل الحيمه هنا ما بغاش يتحرق، باغي يتحمر اللون ذهبي. غادي ندبل هذيك الثوم ترجع اللون ديالها صفيفر، يعني ماشي تحمر غير تدبل. ومن بعد غادي نضيف لها واحد جوج معالق كبار ديال الخل. دائما قبل هذيك الموزات، الموزات البنات الصراحه انا حمقوني بهذا الشكل، هي نفس اللحم ولكن حنا التقطيعه كنقطعوها بطريقه غير في الطواجن وهذا، ولكن صدقوني الا عملتوا الطواجن وخا الطواجن مغربيا بهذه الطريقه قطعوا هذيك الموزات بهذا الشكل فرق كبير صراحه. عملت هنا جوج مغارف كبار ديال الخل بحال شفتوا صافي. وغادي نضيف هنايا القليل من الفلفل الاسود ربع ملعقه صغيره، والقليل من الملح صافي. والطشه ديال الثوم جاهزه. التحميره اللي خصني في اللحم غير هذا اللون هذا الذهبي، كياخذوا ديك النكهه ديال السمنه، وهذا كيجيو رائعين يعني. بحال قلت السمنه راه ماشي السمن ديالنا المغربي، راه هي الزبده ديالهم، اللي الزبده كتكون قادحه مطيبه حتى كتنشف من ما ديالها، كيبقى غير الزبده وكيبقاو كيطيبوا بها، وصراحه كتجي رائعه النكهه والريحه ديالها رائعه. هما بالنسبه ليهم في الطبخ ديالهم بحال حنا الماكله ديالنا اللي خصها السمن، كتجي فرق بين الماكله بالسمن وبلا بالسمن، هما نفس الشيء، السمن البلدي الماكله بها غير انه غير بالزبده عاديه ولكن اللي توفر. الروز البنات بعد ما طابها هو
غادي نعملوه في طبق ديال التقديم. طبعا قدموها كيف ما بغيتوا، هما كيعملوا تفريشه ديال الرز عليها شويه الصلصه، عليها تفريشه ديال العيش ديال الخبز، وعاد كيغطيو بطبقه اخرى ديال الرز، وكذلك يعملوا صلصه وكيعملوا هذاك العيش. المهم الطريقه ديال التقديم كتبقى كيف ما بغى الواحد. انا فضلت بهذا الشكل، نعمل الرز ونعمل عليه شويه من هذيك الصلصه، والعيش ما بغيتش نعمله مدفون تحت، بغيت نعمله في الطبسيل من برا، جاني افضل. ولكن كيبقى كل واحد الاختيار، وهما بحال اللي قلت لكم الطريقه ديالهم راه هما كيعملوها طبقات. صافي، وغادي نجيب هنايا الصلصه اللي بقات لي، غادي نعملها في اطباق صغيره ونخليها بوحديتها بالنسبه اللي بغى بصلصه بزاف، اللي ما بغاهاش. صراحه البنات من الاكلات الرائعه، من الاكلات التقليديه اللي كيعملوها المصريين عموما، نهار اول يوم في العيد كيعملوها. انا كنعملها مره بحكم زوجي لي مصري، فضروري نعملها له مره. والصراحه اول مره غادي نعملها بهذه القطعه ديال اللحم الموزه، جات عجيبه، حمقتني الموزه بهذا الشكل هذا. يعني نقدر نعملها حتى طبخ مغربي، ولكن التقطيعه ديال اللحم تكون بهذا الشكل هذا. وننصحكم كذلك حتى نتوما، هذيك الطشه ديال التومه البنات كنرشوها من فوقي هكذا على اللحم على الرز على العيش، كتعطي واحد النكهه رائعه، خصوصا بحال اللي قلت لكم ملي كتكون سمنه بلدي اللي هي مصريه، سمنه بلديه بحال اللي كيقولوا، كيجي الطعم ديالها رائع. من الاكلات الدسمه والثقيله والرائعه في الطعم ديالها، الا عملها لك شي واحد مصري عرفو كيبغيك وفرح بك والصراحه تستاهل. جات رائعه، واللحيمه بحال اللي قلت لكم شي حاجه عجيبه. الموزه ديال الغنمي كتجي رائعه بهذا الشكل. بالنسبه لهاد الموزه البنات ديال الغنمي، كتجي في الفران، كتجي في الخضرات، تجي بالطواجن ديالنا، كتجي عجيبه. ديك اللحم كتبقى قطعه وحده، هذيك الشكل اللي عامل بحال الموزه كيبقى قطعه وحده بديك الملج ديالو هذا كيجي. وشوفوا معايا، شوفوا معايا ديك الملج كيفاش عامل، انا سخونه ما قادرهش نفتحها. شوفوا معايا من داخل، شوفوا ديك الملوجه كيفاش عاملين. صراحه ما شاهدكم فيها، ما شاهدكم فيها، عجيبه. وبحال اللي قلت لكم قطعوا بهذا الشكل، جيبوا اللحم بهذه التقطيعه هذه وطيبوها، واخا طريقه مغربيه. وغادي تشوفوا علاش كنهضر لكم، كتجي في الفران، كتجي طواجن، شوفوا كتجي عجيبه الصراحه. نتمنى البنات تكون عجبتكم الوصفه، انا شاركت معكم بالطريقه المصريه التقليديه، نتمنى كذلك المصريين اللي شافوها يقولوا الراي ديالهم فيها. ما بقى لي غنقول لكم شكرا لكم المشاهده، والى اللقاء في وصفات قادمه ان شاء الله. مع السلامه. يا سلام.